خواتي ما نديروش ما نسوقش شي قندوح. انا كنقولها لكم نتوما غتشوفوا هاد الفيديوهات العالم كامل. سلام خوتي خواتاتي متابعي القناه. اليوم غادي نهضروا على ناديه المراكشيه ولا البنت اللي مزيده الام ديالها روتيني اليومي حيت تعرضوا لها هجموا عليها شي دراري، ولكن هي اللي داكشي زرعاتو راه حصداتو بقات فيا. ولكن اش نقول لكم، المجتمع ما كيرحمش وتا واحد ما كيرحم، واللي زرع شي حاجه راه كيحصدها. بقاو مع الفيديو. ندير روتين ما نديروش ما نسوقش شي قندوح. انا كنقولها لكم نتوما غتشوفوا هاد الفيديوهات العالم كامل. غادي تشوفوا هاد الفيديو ما نسوقش شي قندوح فيا. ما تعرفوش الدروب ديالي، ما تهضروش ما تكلموش. ندير روتين نخرج لكاع علي انا بالصدقه، ما نسوقش ما نسوقش شي قندوح فيا. ما نسوقوش مالك تخافي منهم وتشوفوا قبضو مالهم مكره شرباتك عريانه وكسيله. انا نمشي معاك كيما كنت انت خايبه منهم، خايبه منهم الخرا. اي حق سيدة معاي حوم هغاسة كتشوف فيها بشهر اللي كم لا حول وقت سبيل. انا جانا سيري كم من البشر اصدقكم اخر مرة بخيت عن كيش خدح انتي تغاوض الغزواني تايتي وقف معك. سيري سيري زوا من اللي حطوكم انا بخيت عن كيش واحد خدح صفاحي جنب يتكب سعرية. سيري عيطيني سيري عيطيني بيب. انا كنقول لكم انتوا ما تفرجوا دابا هي دايره لي جات وصحتي تنشد الملعب في الشهر. يلا تنشد الملعب في الشهر ما نجاوروش. اش غتعطيها؟ شي حاجه خير شاركوا بلا شي حاجه. والحاجه الخايبه ويها ليا، ويلي الحاجه الخايبه اش غتزيدني؟ مراكش يا دوحه قولي لا ما يمك تجي يجيبك قلم رجع القهوي لما نكمك يجيبك تيخرج عينيك. اش غتزيدني؟ انا دابا عيط لي سيد، انا عيط لي سيد قال لي ادخلي انا تنهضر، انا ما جيتش نسد عليك سمعتي؟ انا ما جيتش دابا هي واحد الجهه بقيتي فيا صراحه. قلت لك واحد الجهه اخرى داكشي اللي اختي مريم ياك مريم يعني مك سميتها ناديه وانت مريم. المهم مراكشيه داكشي اللي زرعتي راك حصدتي. واش انتي صاحبتي دايره لنا الفيديوهات ولا لابسه لك السر ولا لابسه فوق الكيلو تحمر كتلفتي النظر ديال الرجاله وبغيتي ما تعرضوش لك ويهجموش عليك في الطريق؟ انا على شيطان المجتمع ما كيرحمش حتى واحد ما كيرحم، وحنا مجتمع اسلامي ماشي اوروبي، واوروبا ما دايرينش حالتنا وبركه من هذا الروتين. وديري شي حاجه شي محتوى يكون زوين باش ما يهجموش عليك. واحترمي راسك احترمك الناس، احترمي راسك احترمك الناس، ما تعرفش راسك ما يحترمكش الناس. علاش وحده دايره الزيف وخارجه واحترم راسها؟ كيهجموا عليها لا كيهجموا على اللي 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 كلمه. ما عندك تيجي تدخلي وتهضر مع السيد، ما تناقش مع السيد. اش بغيت تناقشي مع عمي دافي؟ 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 جيت انت واحد جيت هذا السيد مع السيد ياك سيد عشان السيد هضر معايا راه تنهضر. ما تناقشي مع شي واحد اما تنتناقش وما خليش راه ما الحانوت كتصور وكتقول لهم صافي عافاك صافي تدري عافاك راه فاك اخر جات من باينه فيها مسكينه ظريفه واخا هكاك اخر جات من الحانوت وهي تفرقع علينا. سمعوا انت ما نديروش ما نسوقش شي قندوح. انا كنقولها لكم انتم غتشوفوا هاد الفيديوهات العالم كامل. غادي تشوف هاد الفيديو ما تسوقش شي قندوح فيا. هادي سيرة تبارد يعني ما تعرفوش الدروب ديالي، ما تهضروش ما تكلموش. ندير روتي نخرج لكاع علي انا بالصدقة، ما نسوقش ما نسوقش شي قندوح فيا. ما نسوقوش ديقولهاش مع راسك بلاتي سوا من فوقكم تسوطوا عليا ما خاطرهمش الثمن. انا كنقولها لكم انتوما تفرجوا دابا هي دايرة لي جات وبصحتي تنشد الملعب في الشهر. يلا تنشد الملعب في الشهر وبصحتي راحتي مش عند 20 مليون 30 مليون في الشهر وامسح حتى واحد انت ما شوفوا. يلا انا تنشد 20 مليون في الشهر وامسح حتى راحتي بصح حتى راحتي بصح حتى راحتي نشد ما نسوقش قندوح. تفهموا هاد الحلوة واش ما نسوقش البشر فيا ما نسوقوش ما نسوقكمش. درتو لي ديك الشهر وديك الفجاحة درتو عليا في السوق. واش انا انا غادي نتقدا بحالي بحال الناس ما نسوقكمش انت الدريا وحنا داكشي كامل. انا انا ما درتكم حتى حاجة ومن ما كيهضروا ومن ما كيجروا ومن ما كي الكلبات تيدوا عازين رجليهم تيهربوا فيهم وانا تيشوفوا قلبي تيعازين تيدوا عازين رجليهم وفي الاخر تيجيو عاوا مراكشية مراكشية هذا
ندير لك شي علاني ديروا قدام الناس وكلشي تنشوفو كلشي تجي داك الشيء تندير من غير ما كان الدواء كلشي تجي داك الشيء تندير حتى نخبش على شي قمقم ولا شي باش نخبش اليوم كلشي انا قلت داك الشيء تندير تشوفو والله ما طوبش الارض يا بحال هكا وحنا كنا راح نشوف عليكم وعيط عليكم حيت انتم ما تعرفوش الظروف ديالي انا ما عندي الاف عندي راه حنا انا ما جبت انا ما كاينش كنخلع غير وداش جاب عليا وانتم مجتمع ما دايره حاجه بنت قلت لك اللي تعرضوا عليا سمحه وصلتي انا فيا وصلتي انسان بريء وقلنا نهضر بنت قلت لكم ياخذ فيكم الحق حتى انا ما نستاهلش شي كامل اللي درتوا ليا ما نستاهلوش وحق الله راه حرام عليكم محجوب عليكم خليتوني نتبعت وخليتوني نتبعكم انا اصلا ما دام الاعصاب ما جيت نسقطكم وما شفتش غداه فيا ما شفتش واحد فيا حرام عليكم وحق الله نتحرم عليكم انا كنطلب من حرام عليكم هذا الشيء وحق الله يا حرام عليكم انتم ما كتعرفوش الظروف ديالي ما باقيش حكم عليا البشر انا شطرت داك الهجوم كامل انا ما استحيتش منكم داك الشيء كامل حرام عليكم وحق الله يا حرام عليكم انا ما عندي لا ام ما عندي لا عائله ما عندي دابا عزي والله سبحانه وتعالى انتم كدهدوا عليا وحق الله يا حرام عليكم انتم شوفوا ماما انتم شوفوا ماما هذا يا العزام عندهم دابا شكون غادي يجي يخرج من المدرسه شكون غادي يقدر دابا يجي يخرج من المدرسه انا ما عرفتش شنو ندير ما تنقدرش نخرج لكم وخرجي لكم وخرجي لما هضروني وعزام يلا جازيكم من غير انا ما نديكم الدرس ما باقاش تهرسوا ليا ما باقاش ما درت لكم انا حتى حاجه خرجوا انتم تدري داك الهجوم وداك الشيء كامل واه الله يلا حشومه عليكم حشوم عليكم بزاف بزاف دابا واش تقدر تمشي تجيب خجوله ما تقدرش دابا شنو ندير قولي شنو ندير دابا نتوما حرام عليكم هاد الشيء اللي وصلتونا ليه ما نسوقكمش ما نسوقش البشر انا بنت نخرج عريانه بيت انا جاوني الناس فابور ما نسوقش البشر وعلاش تما تدخل في عيادة وتقول لي شتيها الفضيحه وما تخيلوش خرج على هجوم داروا لينا ما تخيلوش كي داير ما تخيلوش هاد الهجوم اللي تهرضنا عليه كيفاش داير الناس تيغوتوا وكلشي تيغوت الشتيها الفضيحه انا ما فهمتش البشر علاش تيدير لنا بحال هكا الله ياخذ الحق الله ياخذ العقل الله ياخذ في هذوك اللي تعرضوا لنا وداك الشيء كامل داك الزق كامل اللي تهدى علينا وداك الشيء كامل الله ياخذ فيكم العقل الله ياخذ فيكم العقل الله ياخذ فيكم العقل حرام عليكم حق الله يرحم عليكم ظلمتونا وتهديتونا علينا الله ياخذ فيكم العقل الله ياخذ فيكم العقل حتى انا زعما انا عييت انا داك الشيء قلت لكم داك الشيء ما نخرج المغاربه ما انا ما كنتش متوقعه غاليه بحال هذا الشيء انا قلت لكم نخرج المغاربه داك الشيء يعني ما حداش وصلوا بالله لا يعلم بها أباكم أخوتي دابا كلشي غادي يبقى يتشفى فيا وكلشي غادي يضحك عليا ولكن ماشي مشكل غير تشفاو وغيضحكوا والله اللي فوقنا والله اللي فوقنا عندنا داك الشيء انت انت ماشي غير هكاك راني ضربت على البابا هذا لا يعلم بها انا بغيت نرجع واحد الانسان هذوك اللي تهداو علينا هذوك اللي تيجي مدوينا وهذوك تيقولوا الشهر هذوك عيا انا روتيني اليومي انا